هنبدأ معاكم أخبارنا بالأخبار الدولية، وطبعا أول خبر معانا عن الساحر ليونيل ميسي اللي قاد المنتخب الأرجنتيني امبارح للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى ليه من 36 سنة بعد الفوز على منافسه على اللقب المنتخب الفرنسي بنتيجة 4-2 في ركلات الجزاء بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3. وحقيقي المنافسة كانت شرسة جدا جدا طول الماتش، وإمبابي وميسي كان بينهم تحسوا كان في خناقه امبارح بتحصل على ارض الملعب. الاول سجل هدفين والتاني سجل هاتريك 3 اهداف، لكن في النهايه الكوره فضلت انها تصالح وترسم ضحكه الساحر ليونيل ميسي. يعني كان ملحمه رياضيه امبارح، واحد من اعظم ماتشات ومن اعظم نهائيات كاس العالم كلنا شفناه مع بعض بين فرنسا وارجنتين.